حكايتنا النهاردة عن فيرجينيا جميلة الجميلات ليلى فوزي حياتها فيها تفاصيل كتيرة جدا من أهم المحطات في حياتها أن هي قتلت جوز أختها بالغلط وعاشت ندمانة طول عمرها وكمان نسيت جثمان جوزها في المطار ليلى فوزي بنت الأتراك أبوها كان مصري تركي وأمها كانت تركية أبوها اتعرف علي والدتها واتجوزها وعاش معاها في تركيا وخلف بنتين البنت الكبيرة والبنت الصغيرة كانت ليلى فوزي أبوها كان تاجر أقمشة غني جدا جدا كانت تجارته مش بس في تركيا تركيا ومصر وفي فلسطين وبلاد الشام كان جدها لامها كان من اهم قاده جيوش العثمانيه وكانت اسرتها غنيه جدا لكن كلهم كانوا